دكتور طمنا، كيف غالية؟ هلأ صارت منيحة الحمد لله، العملية كانت ناجحة. بس في عنا مشكلة واحدة. شو هي؟ صار معنا نزيف حاد وزمرة دمها نادرة AB سلبي، صعب نلاقيها. لهيك طلبنا من بنك الدم والمستشفيات اللي حوالينا كمان إذا عندهم ليأمنولنا زمرة هالدم هي، بس بالوقت الحالي ما عندهم. لهيك هي مسؤوليتكم، اعملوا معروف إذا في من بين رفقاتكم وقرايبينكم حدا دمه نفس الزمرة يجي يتبرع. يا ريت تتصلوا بالكل وتعطوهم خبر هلأ، بترجاكم تتصلوا فورا. دقيقة بس دكتور، أنا زمرة دمي من زمرة دمها. مزبوط. ايه كتير حلو دكتور. مزبوط، رشيد دمه نفس الزمرة. ايه؟ فيك تأخذ منه دم. يلا تفضل. شو اللي عم يصير؟ أوقات بيجيني الأمل وأوقات بيروح مني هيك فجأة، أحياناً بتصير معجزات وأحياناً صدف. شو الحكمة من هالشي؟ إذا كانت هي الشخص المقصود إنه يكون حماتي فبتمنى إنه ما تتعذب، لأنه أحياناً بضيع بهالمتاهات الغريبة، أحياناً بتقوى علاقة عيلتي بغالية وأحياناً لا. بس يا ربي هالمرة شو رح يصير؟ بعد كل هالشي وقبل دقيقة واحدة بس كنا عم ندور على قرايبينا، وهلأ رشيد رح يتبرع بالدم لغالية. غالية ديشماني مرة ذكية كتير وعبقرية، عندها خطط لا تخترق. يعني تخيل إنه وحدة مثلها ضلت عم تعمل حجج مشان تبقى بهالبيت هاد. هالمرة فظيعة درويش، اسمع لقلك، إذا هالمرة بتيجي لهون فكل شي بيناتنا رح ينتهى، رح تمشينا كلنا على مزاجها هي، وبهالطريقة ميرا كمان بتمشي كلمتها. يعني هي متعودة إنه تمرق كل أمورها بالكلام الحلو، أكيد بدها حماية مثل هي. شو رأيك؟ كلكن عم تتعاطفوا معها، بس أنتوا رح تدفعوا تمن غالي كتيرها، وبعدها رح تتذكروا كلامي وبتقولوا إنه كاش قالت إنه هالشي حيصير. شغلة واحدة ما عم بقدر أفهمها، كيف هيك أبوك مرقت عليه هاي القصة؟ ما توقعت يكون تفكيره سطحي إنه قراراته تكون سيئة بهالشكل هاد؟ هذا الشي غلط كبير. لما شخص بيصل للستين ما عاد بيعود بيفكر. كاش خلصنا، ديري بالك على كلامك ماشي؟ يعني أنا بتحمل كل الوقت اسمع هالنظريات والعلاج تبعك وما بحكي شي، بس إذا بتحكي بهالطريقة السخيفة مرة تانية عنه لأبي فأنا ما رح اسمح لك أبدا. تذكري هالشي درويش. اللي كيف بتحكي معي بهالطريقة هاي؟ لأنه بالحقيقة أنا كان لازم أحكي معك هيك من البداية. أنت كيف هيك بتحكي بهالطريقة السخيفة؟ وبدي ذكرك إذا بقيتي عم تحكي بهالطريقة رح تشوفي الأسوأ مني.